السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، في حصة اليوم غادي نديرو تتمة التمارين الخاصة بدرس متوازي الأضلاع والمعين والشبه منحرف. إذا صفحة 35، ونبدأ على بركة الله. أتتبع شريط الإنشاء وأرسم على ورقة مستقلة متوازي الأضلاع ABCD. إذا غناخدو ورقة مستقلة تكون من الأحسن بيضاء باش نتعلمو رسم الأشكال، ثم غادي نرسمو متوازي الأضلاع A B C D. دن غنمشيو المرحلة الأولى، غادي نرسمو واحد المستقيم هو الأول، غنسميوه AD. دن هو هذا، غنسميوه AD. ثم غادي ندوزو واحد المستقيم آخر كيتقاطع معاه، خصو يدوز لينا من النقطة A، غادي نسميوه هاد النقطة نسميوها بي. إذن هادو ديال المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، غادي نجيو هنا غنديرو واحد المستقيم يكون كيتعامد، يكون عمودي مع هاد النقطة بي، وهاد الإسقاط ديال التعامد نديرو على المستقيم أبي. إذن هنا هادي هي النقطة أ، هي النقطة بي، مزيان. اذا هذا هو المستقيم اللي رسمناه، يكون عمودي هو هذا، نمددو شويه. اذا هو هذا، ثم غادي نطلعوه شويه الفوق بحيث غنوصلوه عند النقطه بي. اذا خلوه دائما حافظوا على التعامد بحال هكا، وغنطلعوه بشويه. اذا نخلوه دائما عمودي ونطلعوه بشويه حتى نوصلوا عند النقطه بي باش نمرروا منها. اذا ها هو، نزيدو واحد شوي الحساب، ثم غادي ندوزو المستقيم اللي كيوازي هذا المستقيم. اذا دابا حصلنا على المستقيم اللي كيوازي لنا المستقيم ابي. إذن باش كنعرفوهم متوازيين كنقيسو هاد المسافة اللي هنا، واش نفسها كتقيس هادي. إذن نفس المسافة، واخا راه كيبان في الصورة بحال الميل، ولكن إلا قيستو هاد المسافة خصكم تلقاو هاد المسافة اللي كاينة مثلا من هنا، هي نفس المسافة اللي كاينة من هنا، يعني متكونش مراجلة، متكونش. إذن دابا درنا هاد المستقيم، الان غادي ناخذ البركار. اذا غنشدو البركار غنقيسو المسافه AD. اذا غنقيسو حيت علاش غنقيسو؟ لان كنعرفو ان الضلعان المتقابلان في متوازي الاضلاع كيكونوا متقايسان. اذا غناخذ هاد المسافه، هاد المسافه هي نفس المسافه اللي خصها تكون هنا، ما نبدلش الفتحه ديال البركار، يعني غنديرها هنا. يعني نفس المسافه تكون، نحيد القلم وغادي ندوز هذا المستقيم من هنا. اذا عطاتني هذه المسافه اللي كاينه هنا، هي هاد المسافه اللي كاين هنا، يعني هذا المستقيم اللي من هنا يقيس هذا المستقيم، وهذا المستقيم اللي كاين هنا يقيس هذا المستقيم. وهكا كنكونوا حصلنا على متوازي الاضلاع ABCD. هذا غير ضلع مساعد كنمسحوه في الاخر ملي كننساليو الخدمه ديالنا، كنمسحوه. هذا بحال مثلا ملي كنستعملوا المسطره بحال هكا، وكنتمو غاديين هنايا باش نديروا التعامد. اذا بحال هذا، بحال كنرسموا هذا. إذن هذا فيما يخص التمرين الأول. التمرين الثاني، أنشئ شبه منحرف ABCD. قياس قاعدته الكبرى 4 سنتيمتر،
وقياس قاعدته الصغرى هو 3 سنتيمتر، وقياس الزاوية دي اب بي هو 45 سنتيمتر. إذن أول حاجة غادي نرسمو القاعدة الصغرى، نديرو دي سي هي القاعدة الصغرى، إذن غنديرو القياس ديالها 3 سنتيمتر. إذن هنا ما غتجيناش غتجينا خارجة هنا، غندير نرسموها في هذا الاتجاه باش ما تجيناش خارجة بزاف. إذن غنديرو 3 سنتيمتر، غندوزوها من هاد النقطة دي ونحسبو 3. إذن غتجينا هنا، دائما راه كنبداو الحساب من الصفر، ما تبداوش من الواحد. إذن هذه القاعدة الصغرى دي سي. ثم قالوا لنا غادي نرسمو القاعدة الكبرى تكون القياس ديالها 4 سنتيمتر، بحيث الزاوية دي ا بي تكون 45 درجة. إذن عندي الضلع دي هو هذا، خصني الضلع الاخر ديال الزاوية، حيت الزاوية كيكونوا فيها جوج اضلاع، وخصني الرأس يكون هو ا. إذن دي ا بي خص تكون القياس ديالها 45 درجة. إذن هنا غادي نعتمدو ان نعتبرو ان هاد متوازي الاضلاع عنده هاد الزاوية اللي هنا فيها قالنا 45 درجة. إذن هنا غادي نعتبرو ان كاين 45 وهنا 45. حنا كنعرفو ان شبه منحرف اي مضلع رباعي كيكون مجموع قياسات الزوايا ديالو هو 360 درجة. إذن اللي اعتبرنا 45 كاين هنا و 45 هنا غادي تعطينا 90. غنشدو 360 نقصو منها 90 تعطينا 7، إذن تعطينا 270. إذن 270 غنقسموها على جوج، على هاد الزوايا بجوج اللي غادي يبقاو لنا هنا، غنقسموها على جوج غتعطينا 1 0 7 غتعطينا 3 1، إذا 135. بمعنى اش غادي ندير باش نحاول نحصل على الزاوية 45؟ غندير هاد الرأس، ندير فيه 135 درجة. إذا 0 10 20 30 40 90 100 110 120 130، غتجي في هاد الاتجاه، ماشي ضروري أنا نطلع حتى لهنا. وغادي نرسم غير نضبط بيها وما نمشيش انا كاع حتى لتما، نجي حتى لهنا. ها هنايا عند الشكل ديال عند التربيعات اللي عندي. اذا هاد الزاويه هنا راه فيها 135، حتى هنا غادي نرسم 135. بين عندنا 90 100 110 120 130 135، حتى هنا غتجي هنا في التحت. اذا غتجينا لتحت تجينا هنا، هنايا ما غاديش نمشي حتى لعندها، غادي نجيب غير حتى لهنا، نزيدها شوي. اذا نجي هنا اذا عارفين ان هاد الزاويه من هنا غادي تكون 100، هنا 45 وهنا 45. اذا هذه جات 135 135 على 45 اللي كاين هنا و 45 اللي كاين هنا، غتعطينا 360 درجه. دابا غادي نشوفوا القاعده الكبرى قلنا فيها 4، غادي نبقاو نحسبوا في غتجينا 4. اذا غنبقاو غاديين حتى غادي نحسبوا نشوفوا 4 في غتجي، اذا ها 4 في غتجي هنا. إذن هنا كاين 4، إذن هنا غتجي أ وهنا بي، وغادي نمسحو هذا وغنمسحو هذا. إذن غنقيسو الزاوية، نشوف شحال فيها، عطينا 40، عطينا إذن هاهي عطينا 45، 0 10 20 30 40 45.
لقيتنا من هنا ايضا غتعطينا خمسة وربعين. إذن عندنا هنا 45 هنا 45. دابا غندوزو للتمرين رقم 3، انشئ شبه منحرف ا بي سي دي، قياس قاعدته الكبرى دي سي هو 3.5. اذا غنديرو القاعده الكبرى، غنديرو القياس ديالها 3.5. غادي نجيو ناخذ هذا القياس نديرو 3.5 حتى لهنا، غنهبطو حتى لهنا، غنسميوها دي سي. وقياس قاعدته الصغرى ا بي هو 2.5 والارتفاع 3. اذا بعدا نديرو الارتفاع هو الاول، ندير الارتفاع 3 غيجينا حتى لهنا 3 سنتيمتر غتجينا حتى لهنا. دابا غنديرو القاعده الصغرى، غنديرو القياس ديالها 2.5. اذا غنجيو غنحسبو 2.5، ما عندناش مشكل هنا، ما شرطوا لنا حتى شي حاجه. اذا نبقاو دائما في هذا الارتفاع، اذا غنجيو من هنا ونديرو 2.5 بحال هكا. اذا هذا هو شبه منحرف، غير المهم نحافظ على التوازي بين هاد جوج المستقيمات، حيت ديما عندو الزاويه الكبرى القاعده الكبرى متوازيه هي القاعده الصغرى. اذا هذا هو اللي سميتو ا بي، اذن ا بي سي دي، والارتفاع ديالو 3 سنتيمتر. دائما الارتفاع كيكون عمودي على هاد الضلع، اذن دائما ردوا البال كيكون ارتفاع كيكون عمودي. غنمشيو للسؤال رقم 4، انشئ المعين او اف جي اش بحيث او اف كيساوي 2 سنتيمتر و او جي كيساوي 3 سنتيمتر، بمعنى هادو هما الاقطار ديال هاد المعين. اذا القطر الكبير هو 3 سنتيمتر، غنجيو غنحسبو هنا 3 سنتيمتر، نعبرو 3، اذا هذا هو القطر الكبير. اذا 3 سنتيمتر، قبل ما نحيد حنا كنعرفو ان القطرين كيتقاطعو في المنتصف، اذا النص ديال 3 هو 1.5، يعني المنتصف غيجينا هنا، نعلمو المنتصف. اذا هنا هذا هو او جي، إذن او جي، ثم القطر الثاني فيه 2 سنتيمتر. حنا كنعرفو ان القطرين كيتقاطعو في المنتصف، اذا المنتصف ديال 2 هو 1. غنجيو غنديرو بحال هكا، يعني 1 من هنا و 1 من هنا هي 2. إذن ها هما القطر الصغير تقاطع مع القطر الكبير في المنتصف، يعني كنقسمو 2 على 2 و 3 على 2 وكيعطينا هذا الشكل اللي هو المعين. اذا كنسميوه هنا اف اش، اذا او اف جي اش. السؤال رقم 5، en utilisant uniquement le quadrillage je place le point Q sur le quadrillage pour que MNPQ soit un losange MN égale 3.5 cm. اذا هنا غادي نرسمو واحد المعين غير بالتربيعات، اذا غنحطوه هنا غنقلبوا على النقطه كيف غنجي. حنا كنعرفوا ان المعين القطران عنده قطر كبير وقطر صغير كيتقاطعوا في المنتصف ديالهم. اذا غنشوفوا هذا القطر الصغير شحال فيه، فيه 1 2 3 4 5 6، يعني النص ديال 6 هو 1 2 3، غيجي هنا المنتصف هو هذا. اذا هنا غادي نحسبو 1 2 3 4 5 6 7، حتى هنا غنديرو 7 حيت كيتقاطعو في المنتصف، 1 2 3 4 5 6 7. اذا غادي تجي هنا النقطة كي غتجي هنا، وشنو اللي عاوننا هما الاقطار. حنا كنعرفو الخصائص ديال المعين ان القطرين كيتقاطعو في المنتصف، اذا بهكا دغيا كنسهلو علينا باش نعرفو الرسم المعين، وهكا كنحصلو على النقطة كي. اذا القطرين هما هادو
عندنا ام ان كتساوي 3.5، يعني هنا كاين 3.5 الى عبرناها غنلقاو 3.5. اذن ها هي 3.5، نفس القياس غنلقاوه في الاضلاع كاملين، الاضلاع باربعه غنلقاوهم متقايسين. اذن هنا 3.5، حتى هنا 3.5، هنا ايضا 3.5، وهنا ايضا 3.5. اذن هكا كنكونوا انهينا التمارين الخاصه بحصه اليوم. موعدنا في الحصه المقبله بحول الله.